سيدات وسادة، مساء الخير. مرة أخرى نتوقف في حديثنا من مصر أمام صفحة ناصعة من صفحات الإبداع الموسيقي المصري. تناولنا في حلقات سابقة قصة البعثات المصرية للموهوبين من دارسي الموسيقى وسفرهم للدراسات العليا المتخصصة إلى موسكو وإلى روما وباريس وغيرها، ليعودوا بخبرات دولية ويساهموا في صناعة أجيال من الموسيقيين الذين طوروا موسيقانا المصرية وحققوا إنجازات كبيرة على المستوى الدولي. من هؤلاء الرواد الكبار ضيفنا اليوم موسيقار كبير درس وحصل على الدكتوراه من أكبر معاهد الموسيقى في العالم، وعاد ليشارك في تأسيس أول أوركسترا سيمفوني في مصر والمنطقة. ضيفنا حمل راية عائلته الشهيرة في عالم الموسيقى وقاد جيلا جديدا من الموهوبين ليقدم معهم تجربة موسيقية رائعة وغير مسبوقة. في حديثنا من مصر نسأل عن التعليم الموسيقي، عن البعثات إلى الخارج، أين تذهب المواهب الشابة، والدور الذي تقوم به مؤسساتنا الثقافية في دعم الحياة الفنية، عن الموسيقى المصرية، عن أحوالها، روادها الكبار وأجيالها الجديدة. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم. معي للحديث عن مشواره وتجربته الإبداعية وعن أثر عائلة شرارة في الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير عاشق الكمان الدكتور حسن شرارة. الموسيقار الكبير وعاشق الكمان الشهير الدكتور حسن شرارة، عميد معهد الكونسيرفتوار الأسبق وعضو المجلس الأعلى للثقافة. نشأ في أسرة موسيقية عريقة، فوالده هو الموسيقار الكبير عطية شرارة. تعلم حسن شرارة عزف الكمان في سن 9، ثم أكمل دراسته الموسيقية بمعهد الكونسيرفتوار على يد كبار العازفين المصريين والأجانب. تخرج في عام 1971 بامتياز مع مرتبة الشرف، لينطلق في فضاء الموسيقى العالمية والمصرية ويصبح المعازف كمان عربي. حصل العازف المصري الموهوب عام 1974 على الدكتوراه من منحة لدراسة في معهد تشايكوفسكي بالاتحاد السوفيتي، ورافقه في المنحة عدد من كبار الموسيقيين المصريين، منهم رمزي يسا ومصطفى ناجي وجمال سلامة وجابر البلتاجي. بعد عودته إلى مصر تدرج الدكتور شرارة في السلك الأكاديمي حتى أصبح عميداً لمعهد الكونسيرفتوار في الفترة من 1991 إلى 1997 ليصبح أول عميد للمعهد من خريجي، وبعدها عمل أستاذاً متفرغاً بالمعهد ليتخرج على يديه جيل من عباقرة الموسيقى الشباب. شارك الدكتور شرارة في تكوين أوركسترا الكونسيرفتوار السيمفوني وعزف على أكبر مسارح العالم، وشارك في العديد من المسابقات الكبرى التي حصل فيها على شهادات تقدير وجوائز رفيعة من لندن وباريس وموسكو ونابولي. دكتور حسن شرارة، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. طبعا سعداء بوجودك جدا. هبتدي يعني هتوقف طبعا عند الوالد العظيم الموسيقار الكبير عطية شرارة. ماذا تقول عنه؟ عطية شرارة هو طبعا والدي، ومنه أنا حبيت آلة الكمان لأن هو كان عازف كمان وكان قائد الأوركسترا الإذاعة وقتها. أيوه. ومؤلف موسيقي. يعني أنا اتولدت لقيته كده، لقيته مؤلف موسيقي كبير جدا مشهور، بيعمل حفلات لأضواء المدينة. وبعدين سافر حوالي مثلا 20 سنة من 1961
يمكن رجع 81. اشتغل في معهد الموسيقى العربية، كان أستاذ في معهد الموسيقى العربية. أيضا ألف مؤلفات كثيرة جدا. أيوه. ولحن ألحان كتير، لحن لمطربين مشهورين زي كارم محمود، زي عبد الغني السيد، زي محمد عبد المطلب، عادل مأمون، في ألحان كتير، ثلاثي المرح، ألحان وطنية، ألحان يعني. ده بالنسبة للأغاني. إنما كان دوره الأساسي في الموسيقى، هو كان بيحب التأليف الموسيقي. أيوه. كان بيألف الموسيقى التقليدية الشعبية المشهورة، عمل موسيقى أفلام، موسيقات للأفلام كتيرة جدا. عمل مثلا لو نقول الفيلم اللي بيتذاع دايما ابن حميدو، هو اللي عمل الموسيقى التصويرية بتاعته، سمارة، حرم المحفظة، مش عارف أنا وبناتي، أفلام كتير جدا. يعني تنوع إنتاجه. وهو كمان يعني مسألة التأليف الموسيقي كانت في دمه. ابتدى بعد فترة معينة ابتدى يتعلم أدوات التأليف الموسيقي زي الهارموني كونتربوينت والتوزيع الأوركسترالي، وابتدى يكتب مؤلفات مخصوص ليا والأخويا. أنا بعزف كمانجا، أخويا بعزف تشيلو. عمل 2 كونشيرتو للكمانجا، كونشيرتو يتعزف في أي حتة في العالم. وعمل كونشيرتو للتشيلو، كونشيرتو للناي، وكونشيرتو للعود. وبالنسبة كونشيرتو العود يعني كنت بقود الأوركسترا في عمان، أوركسترا عمان. وخدنا هناك من السلطان قابوس الله يرحمه، وسامي العلوم والفنون من الطبقة الأولى. جميل. في أداء الكونشيرتو ده. يعني كان مؤلف موسيقي كمان غربي وشرقي. مش عايزين نقول غربي لانه هو مؤلف يعني موسيقي. الكونشيرتو ما هو الكونشيرتو ده قالب من القوالب الغربيه. قالب الموسيقى الغربيه. انما اللحن نفسه لحن مصري. يعني هو عطيه شراره بيمثل الموسيقى ذات الهويه المصريه. سواء اذا كان في الموسيقات الشعبيه بتاعته أو في الموسيقات التي ترقى للعالمية. زي يعني بيألف مثلا الأوركسترا سيمفوني أعمال موسيقية الألحان بتاعتها مثلا واخد جائزة الدولة، للجائزة التشجيعية كانت في وقتها عن عمل موسيقي اسمه كونشيرتو الكمان رقم 2. ألحانه إيه؟ حسن يقول الجنينة، لحن ألحان شعبية كلها، وخدني معاك إذا كنت مسافر، الحركة الثانية، الكودية بتاعت الزار بتقول كده، لحن حزين واخد فيه الحركة الثانية. يعني هو سهل إن احنا نمزج الموسيقى العربية أو الموسيقى المصرية التقليدية مع الموسيقى الأجنبية؟ طبعا عايزة أدوات. أدوات موسيقية يكون يملكها المؤلف، مش أي حد يقدر يعمل كده. أيوة. يعني لابد أن يكون أولا عنده فكرة عن الموسيقات الشعبية المصرية والألحان الفلكلورية والموروث الشعبي، يعني دي من ناحية، ودي كان شغلة بابا، يعني كان هو اللي بيعمل الحكاية. وعنده فكرة عن القوالب الأجنبية للموسيقى الغربية، وهو درس مثلا التأليف الموسيقي والتوزيع مع واحد خواجة كان أياميها خواجات، واحد اسمه ميناتو، ومع عبد الحليم نويرة، ومع محمد حجاج، مع إبراهيم حجاج توزيع أوركسترال. يعني درس أدوات التأليف الموسيقي الجاد. أيوه. لأنه ما كانش في وقتها معاهد موسيقية بالشكل المعروف، يعني زي الكونسرفاتوار دلوقتي. إنما كان في معهد فؤاد الأول اللي هو معهد موسيقى العربية اللي في شارع أيوه. الإسعاف ده. إنما يعني كانوا بيتعلموا يدوبك مجرد العزف، وكان في برضو أجانب بيتعلموا التأليف الموسيقي، العزف الموسيقي الكلاسيكي، وبعدين بيروحوا للموسيقى العربية. ده اللي كان السائد. يعني دكتور حسن، تأثير الوالد على حضرتك يعني، هل هو اللي وجهك لدراسة الموسيقى وعزف الموسيقى، أم أنه كان اختيار شخصي لأنك كنت صغير كمان؟ يعني أنا كان عندي حوالي يمكن 7-8 سنين. وكنت بروح معاه، كان بياخدني معاه الاذاعه في شارع الشريفين. أيوه. كان في اوركسترا الاذاعه هناك، بابا بيعمل بروفات وبيسجل ربع ساعه على الهواء،
وفي الاذاعه، وبعدين بقيت الوقت بيعملوا بروفات على مقطوعات والحان كده موسيقيه. استراحه بقى، انا بقى لعبت الاستراحه، اقعد الف على كمانجات، بيسيبوا كمانجات محطوطه في على الكراسي، انا اخش افضل اخبط فلاحظوا. دي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه بقى، بابا بيحط كمانجته في البيت في مكتبه عاليه، فرحت جايب كرسي واقف، طلعت فوق المكتبه وفتحت الكمانجه بتاعته وعايز احاول اعزف عليها، ما عرفتش. سمعت الباب بيخبط، واحنا ممنوع هنمسك كمانجته خالص. سمعت الباب بيتقفل يعني، عرفت ان بابا جه. رحت جايب الفوطه، كان في عليها فوطه، جبت الفوطه حطيتها كده ورحت قافل، فقفلت جامد الكمانجه. طبعا الكمانجه اتكسرت، انا ما عرفتش. انا قفلت خلاص، بابا خد الكمانجه وراح عشان عنده شغل. كانت النتيجه ايه بقى؟ كانت النتيجه ان انا فضلت 3 ايام في الشارع. يعني هو ما قاليش حاجه، بس انا ما قدرتش اواجهه. حاجه ثالثه، كان الراجل بتاع الربابه اللي بيمشي في الشارع، علبه سردين كده ولا بتاع، وسلكه وخشبه وحاجه زي، اشتريتها ان انا اعرف اعزف. ما اعرفش، مش عارف زي ما هو بيعزف. وبعدين جيت قلت اخد الكمانجه اللي الربابه اللي في ايده هي اللي بتعزف، خدتها، مفيش فايده برضه. فبابا لاحظ كل ده، فابتدى يوديني للمعهد، معهد اسمه تيجرمان، ما كانش الكونسرفتوار فتح سنه 1958. ابتديت اتعلم، فتح اتعلمت عند واحد خواجه اسمه منشا بولندي هو. وبعدين فتح الكونسرفتوار 59، رحت قدمت، وطبعا بعزف، كان بقالي سنه بعزف. فجاء ابو بكر خيرت مؤسس الكونسرفتوار وثروت عكاشه، اسماء كبيره، وزير الثقافه. أيوة. وقتها جم حضروا امتحاني، كنت انا ورمزي واعتقد رمزي ياسا، حد ثالث مش فاكر مين. بنعزف يعني، ما كناش لسه هنتعلم يعني. ودخلنا المعهد، وهو يعني ابو بكر خيرت كان حابب يوري وزير الثقافه اللي هو منشئ أكاديمية الفنون. أيوة. إن هناك إقبال على المعهد يعني وكده. وتعلمت لغاية لما اتخرجت الحمد لله بامتياز، طول يعني آخر 5 سنوات كنت باخد امتياز في الكونسرفاتوار. كان بابا سافر، ما كانش فيه أي رقيب عليا غير نفسي، وأنا ابتديت أحب الكمانجة واروح واجي وبتاع. يعني حبيت الكمانجه نقلا عن الوالد، ولا لانك لقيت في صله بينك وبينها يعني كآله موسيقيه؟ لا يعني يمكن نقلا عن الوالد يمكن. انا ما لاحظتش دي، او انما انا دايما كنت بحاول ان انا اعزف، وكان عندي الموهبه. لما اتعلمت وتعلمت كلاسيك، ما كانش ليا دعوه خالص بالموسيقى العربيه خالص. لغايه لما سنه 69 في الأوبرا القديمة دخلت عزفت مع أوركسترا القاهرة السيمفوني كونشيرتو مندلسون، مع أوركسترا القاهرة السيمفوني قيادة، أنا فاكر، المايسترو أحمد عبيد الله يرحمه. كان عندك كم سنة بقى وقتها؟ أنا كان عندي، كنت في سنة تانية عالي يعني، عندي تقريبا 20 سنة. فدي كانت أول حفلة ليا في الأوبرا القديمة قبل ما تتحرق. وبعدين مين اللي حضر الحفلة؟ بدر الدين ابو غازي وزير الثقافه، والسفير السوفيتي. وجم بعد الحفله سالوني كويس وبرافو وكذا، طيب احنا تعالى نفسك، قلت لهم نفسي اتعلم في موسكو عند دافيد اويسترا في كونسرفتوار تشايكوفسكي. السفير السوفيتي راح كاتب عنده، قال لي بس هتتخرج، كان فاضل لي سنتين. فعلا بعد ما اتخرجت على طول رحت الاداره العامه للبعثات، عملت المنحه والاجراءات، وهم بقوا مستغربين لان كان في شرط في المنحه ان انا اجيب امتياز. فانا كنت جايب امتياز 5 سنوات ربع، فيعني وانا بعمل الاجراءات يقول لي ازاي هتقدر تجيب امتياز، كنت بعمل الاجراء قبل ما امتحن حد. وبعدين الحمد لله رحت لموسكو، قعدت 4 سنين درست هناك في موسكو عند اعظم عظماء العالم. كان مين معاك يا دكتور في البعثه دي؟ انا رحت لقيت رمزي ياسا هو اللي كان معايا، وبعد كده جاء مصطفى ناجي، وجاء جابر البلتاجي، وجاء جمال سلامة، وجاء عدد كبير يعني من الطلبة. بعد كده في معاهد أخرى كان في بعض الطلبة
يعني احنا كنا في كونسرتوار تشايكوفسكي. أيوة. هو اعظم كونسرتوار في العالم يعني. وكان في معهد اسمه جنيسين، في بعض الطلبه التانيين زي صفوت زكي وحسن محمد، حسن محمد عازفين كلارنيت وترومبون. كان في معهد الباليه كان في بعض الطلبه، ماجده عز كانت هناك بتدرس وقتها برضو. ورجعنا يعني كانت البعثات وقتها موجهه في الاساس الى الاتحاد السوفيتي. طبعا لانه احنا كان كل حياتنا كانت الروس. هل هذه البعثات ما زالت موجوده لاي دوله من دول العالم؟ لا، هو دلوقتي يعني احنا يعني البعثات في وقت من الاوقات علاقتنا السياسيه كانت قويه بالاتحاد السوفيتي. وكانت البعثات بتتجه اليها. الان البعثات في المجال الموسيقي في مصر الى اين تتجه؟ وهل هي موجوده او لا؟ هل هي مكثفه ام لا؟ بص هقول لك حاجه، بعد ما رجعنا يعني بعد ما اتعلمنا ورجعنا وبندرس في الكونسرفاتوار الحمد لله بقينا الكونسرفاتوار مستواه زي اي مكان في حته في العالم، بالذات في الكمانجا والتشيلو والبيانو. يعني احنا رجعنا وجبنا الخبرات بتاعتنا والتعليم بتاعنا معانا للكونسرفاتوار. ده يعني حصل شويه استغناء عن البعثات، بالاضافه لانه الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه فرضت على الشباب انهم بعد ما يتخرجوا ويمكن قبل ما يتخرجوا بيشتغلوا. فعشان يسيب شغله يعني، هو ما احنا عندنا بعض الطلبه دلوقتي بتشتغل وهي في المرحله العاليه ويمكن قبل المرحله العاليه، بعد ما يتخرج على طول بيبقى عشان يسيب الشغل ده والفلوس والمكسب ويروح يدرس. يعني المساله رغم انه عنده هنا التعليم كويس جدا. بالاضافه تانية حاجه مهمه قوي، الطموح. بمعنى ايه الطموح؟ الرغبه يعني او يعني انا كان عندي طموحي ان انا ابقى احسن عازف في العالم وانا بتعلم، ده كان خيالي. وان انا امشي كده الناس تشاور عليا، حسن شراره اهو حسن في اي حته في العالم، زي ما انا بشوف السوليست العالميين اويسترخ وهايفيتس وبتاع اسماء كبيره في العالم. يعني كان نفسي ابقى زيهم يعني. فكان كنت بشتغل على ده بصرف النظر بقى. حتى بعد ما رجعت مصر بعد البعثه كنت بشتغل على ده، بشتغل على اني ناوي ان انا الف في العالم واقدم فني ده للعالم كله واتشهر في العالم كله. طب هل هذا يعني حدث وما حدث يعني ارضاك؟ طبعا كله بقى قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن انا عايز اقول حاجه مهمه قوي، وجود الطموح وجود الهدف في حد ذاته بيرفع المستوى. صحيح. او يعني الواحد ما بيقدرش ينفذ، او يعني لو في حاجه بتتنفذ يعني ممكن تكون مثلا 50-60% من اللي انا كان نفسي فيه يتنفس، يمكن اكتر شويه كمان. انما الظروف بتختلف. انا كنت راجع من موسكو معيش ولا مليم. كنت فاكر ان هيتفرش الارض بقى رمل بتاع سوليست عالمي بقى جاي بقى بيعزف بيتهوفن وتشايكوفسكي وبتاع. مصر كانت بعد حرب 73 كانت حالتها ابتدت بقى في الكيرف النازل الاقتصادي. بعد حرب ظهر حرب، فما كانش مهم قوي الموضوع ان ايه كمانجا وكلاسيك وبتاع. وانا عايز اتجوز وعايز بيت وعايز عربيه. الطلبه كانت بتيجي بعربيات، ايام انور السادات كان بيكسبوا كويس. فالطلبه كانت بتيجي بعربيات وبتاع، وانا بركب اتوبيس وبركب تاكسي لو معايا فلوس يعني مره واحده في الاسبوع ولا حاجه. فلا اضطريت اشتغل في الموسيقى العربيه. ومن هنا بقى انا بشتغل مؤقتا في الموسيقى العربيه، سواء اذا كان في الفرق الشرقي او انا كونت فرق او كنت مايسترو. مثلا انا كنت مايسترو للمسرح الغنائي مثلا في فتره من فترات، فتره من فترات كنت بقود اوركسترا القاهره السيمفوني. كنت يعني كنت بعمل كل انواع الموسيقى للمكسب، لان الكمانجا بس لوحدها هعمل كام حفله في السنه وباخد كام. يعني مش عايز اقول باخد كام وقت. وقتها كان طبعا الجنيه كان جنيه، انما اقصد انه عشان الواحد يقدر يعيش لازم يكيف حياته. فاشتغلت في كل الاماكن وقدرت اوازن ما بين الكلاسيك والعربي. ودي قلت لبابا مره، قلت له بابا انا عايز اعمل مدرسه تعتمد للموازنه دي، اعلم الطلبه انهم يلعبوا شرقي وغربي.
قال لي مش ممكن، بس دلوقتي بقى ممكن. وقتها قال لي مش ممكن، قال لي انت عندك امكانيات بتقدر تكيف نفسك تلعب غربي وعربي في نفس الوقت، انما باقي الطلبه ما عندهمش الامكانيات دي. فقلت له ما انا هعمل مدرسه واعلمهم، يعني ما اقتنعش. انما انا عملت كده، كل الطلبه بتوعي الحمد لله بيلعبوا كلاسيك. يعني التجربه نجحت؟ نجحت مع الطلبه الحمد لله. ما عندي اولا كلاسيك، عندي طلبه من كل حته في العالم، يعني عندي في المانيا عايشين، في سويسرا، في انجلترا، في ايطاليا، في العالم العربي كله طلبه. اوركسترا خيرة سيمفوني، كل عازفين الكمانجا، تلامذتي، اوركسترا الاوبرا، الحمد لله كلهم بيلعبوا الكلاسيك والعربي ايضا. أهمية هذه البعثات، وهل هي يعني يعني ممكن يعني نأمل أن تعود مرة أخرى إلى هذا المجال ولا لا؟ يا ريت، يا ريت تعود. بس هي طبعا يعني لا، البعثات مهمة جدا. الاحتكاك الدولي والخبرة الدولية، أنا تعلمت كثير جدا وأنا في موسكو. يعني أنا كل تعليمي يعني وأنا طالب في الكونسرفاتوار، وكان عندي أستاذ أجنبي، إن ما تعلمتش زي ما أنا رحت موسكو وعشت الحياة نفسها. الواحد اللي بيعيش بيشوف حضارات تانية، بيشوف مستوى تاني. وأعتقد إن يعني ما ينطبق حتى على مجال الموسيقى بينطبق على الميادين الأخرى، يعني طبعاً. في الزراعة، في التجارة، في الطب، في إلى آخره. أكيد أكيد مهم. إحنا عندنا يعني في الطب مثلا، لا يعني اللي بيسافر بره بينبغوا بمستوى عالي جدا، وبيتعلموا هناك، وبيبقوا يعني اي حته، اي حد في العالم بيتمنى ان يكون عندهم. ايوه. طب في مصر حاليا يا دكتور، يعني في موهوبين كتير في المجال الموسيقي، بنكتشفهم ازاي؟ نصل اليهم ازاي؟ هم يوصلوا لكم ازاي؟ اولا دلوقتي يعني الميديا اختلفت خالص عن زمان. دلوقتي عندنا اولا طبعا اكاديميه الفنون الكونسرفاتوار، له للاسف شديد فرع واحد في اسكندريه.
مرحلة دون العالية. أيوه. فقط التعليم الموسيقي طبعا انت عارفة بيتعلموا من احنا عندنا بيتعلموا من ثالثة ابتدائي. تعلموا موسيقى من ثالثة ابتدائي بالذات الكمانجا والتشيلو والبيانو والهارب كل الآلات الوترية بيتعلموا من سن صغيرة. أيوه. فطبعا عندنا بقى يعني احنا عندنا هرم مقلوب. يعني عندنا مثلا كليات تربية نوعية وكليات تربية موسيقية كليات. ايوه. بيبتدوا يتعلموا موسيقى وهم سنهم 18 19 سنة. وحضرتك ضد طبعا هذا التوجه. لا طبعاً. انت عايز من الطفولة الصغيرة يعني. ده ما يمنعش يكون موجود برضو. لانه احنا بنطلع هنا مدرس موسيقى في المدرسة. مدرسة عادية مدرسة ابتدائي اعدادي كده. يدرس موسيقى. كويس يتعلم 5 سنين. ويرجع يروح يدرس نشيد وبتاع وكلام من ده ونعمل نشاط موسيقي. لكن انما الاحتراف الموسيقي العازف انه يبقى في اوركسترا سيمفوني او في فرقه موسيقى عربيه او في كذا وكذا لا ده لازم يتعلم كويس قوي من هو صغير. من هو صغير وفي منافسه كبيره. سن كام يا دكتور؟ يعني مثلا ايه السن الملائم لبدء التعلم في الموسيقى؟ دلوقتي في مدرسه اسمها سوزوكي في اليابان وطبعا انتشرت في العالم كله دلوقتي تعليم بالتلقين لغه الام اسمها ماذر تانج. بتجيب طفل عنده 2 أو 3 سنين ومجموعه كبيره جدا بيبقوا مثلا 20 30 عازف بيوصلوا للمئات بعد كده. بيبقى فيهم استاذ بيعزف والطلبه بيقلدوا الاطفال يعني بيقلدوه مجرد تقليد بس طبعا قبل كده بيشوف موهبته الموسيقيه. في منهم بيكمل بيسيب السوزوكي ويروح بقى للريجولر التنظيمية. مفيش بقى مجاميع لا وان تو وان يعني واحد لواحد. هيك بتتكلم على سن صغيره جدا يعني. سنتين وثلاثه ده بيقلد هو يتعلم يتكلم ازاي يعني هو بتهيألي حتى بيبقى غير قادر على انه يحمل الاله الموسيقيه يعني. في الات صغيره على قده. يعني احنا عندنا اله الكمانجا دي مثلا دي اسمها يعني دي 4/4 كامله اله كامله. في 3/4 وفي نص وفي ربع وفي تم في 1/16 1/32 قد كده. في الات كتير جدا حسب سنه وحجمه. حسب سنه وحجمه. واحنا دايما احنا كاساتذه بنعرف بالظبط نقدر الطفل ده ياخد مقاس كام. وبيتباع موجود في الاسواق في مصر هنا المقاسات دي طبعا لغايه يمكن تمن موجود. اصغر من كده يمكن ما فيش. ولكن انا عايز اقول انه لابد من نشر التعليم الموسيقي في المدارس بشكل مكثف جدا 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 بصرف النظر عن انه ممكن يطلع منهم عازف كويس او مؤلف او كذا او مجرد انه يتربى نفسيا. يعني تأثير تعلم الموسيقى على التلامذة الصغيرين. طبعا انا كل ولاد بنتي لازم يتعلموا موسيقى مش محترفين لازم يتعلموا موسيقى. ودلوقتي في سنترز مراكز موسيقيه اتفتحت في كل حته بتعلم الموسيقى زي الرياضه اجباري. لازم الطفل يتعلم موسيقى ويتعلم رياضه لازم. يعني حضرتك شايف انه مدارسنا لازم تعلم موسيقى يعني من ابتدائي؟ طبعا طبعا. وكانت موجوده انا اتعلمت في يعني المدرسه يعني نرجو هذا طبعا لازم. وجود تعليم الموسيقي في المدارس في مصر من الصغر مهم جدا طبعا سواء الموسيقى او الرياضه او الفنون التشكيليه بالذات. يعني انا فاكر كنا الصلصال والمش عارف ايه والحاجات اللي بتتعمل في الفنون التشكيليه والرسم الاشغال. أيوة. عشان احب جداً. المدرسه ما تبقاش كلها مجرد دروس جامده يعني. طبعا. للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل الحوار مع الموسيقار الكبير الدكتور حسن شرارة عن البعثات الموسيقية ورعاية الموهوبين والتعليم الموسيقي في مصر. Thank you.
دكتور حسن شرارة، عايزين نتكلم عن الجيل الجديد في عائلتكم وما سمي به سداسي شرارة، وإيه يعني الأولاد والأحفاد اللي يعني أحبوا الموسيقى واستمروا فيها. بص، هي حكاية قديمة قوي. بابا كان عنده فرقة موسيقية قبل ما يسافر ويسيب مصر الفترة الطويلة دي، اسمها فرقة عطية شرارة الموسيقية، وكان بيصاحب المطربين والمطربات وبيقدم مؤلفاته الموسيقية. في أضواء المدينة، كان في حفلات أضواء المدينة وكانت بتذاع في الإذاعة، حفلات الإذاعية دي. سافر 20 سنة ورجع عايز يقدم موسيقاته. كان بيشتغل مايسترو لفرقة رضا أول ما رجع. كون مجموعة من 5 6 من الفرقة كده، ابتدى يعمل بيهم موسيقى لغاية لما أنا رجعت من البعثة وأخويا رجع من البعثة وابتنينا بقى إيه نتلم على بعض تاني ونكون سداسي، نكون فرقة موسيقية فيها بابا وأنا وأخويا دكتور أشرف شرارة وبعض الناس بقى أصدقاء شرارة، يعني كنا 3 بس. يعني عددهم 6 كاملة؟ كنا 6. كان الأستاذ عبد الفتاح منسي أنون أنا فاكر، والأستاذ كان في عود يعني. وإيقاع. بعد كده ابتدينا نطور بقى، مش نطور يعني، أشرف ابنه الكبير تعلم كمانجا، علمته كمانجا. فدخل في الفرق السداسي. ابنه الثاني تشيلو دخل في السداسي، اللي هو محمد وعمر. بنته تعزف فلوت دخلت في السداسي. زوجته أحيانا على بيانو دخلت في السداسي. ابني أحمد يعني لم يعد سداسي بقى، ده ماما بقى اسمه دلوقتي. احنا مسمين نفسنا فرقة سداسي شرارة، اسمنا كده، لأن احنا تقريبا دلوقتي 12 أو 13 عازف يعني. بتقدموا بقى فين؟ بنقدم في الأوبرا طبعا. احنا الأول لفينا العالم. يعني احنا لفينا العالم العربي والأسيوي والإفريقي والأوروبي. يعني رحنا مثلا في أفريقيا، أنا فاكر رحنا موريشيوس مثلا. عملنا حفلات في موريشيوس. رحنا في آسيا طبعا، الدول العربية قطر وكويت، وبعد كده رحنا الهند. طب رد الفعل إيه مثلا في موريشيوس أو الهند مثلا؟ حاجة غريبة جدا، قد إيه موسيقى بابا. احنا كنا بنقدم موسيقى بابا بس، ما بنقدمش حاجة تانية ولا أغاني، مؤلفاته وحاجة. فقط مؤلفاته وبدون أغاني. رد الفعل حضرتك بتقول كان جميل يعني، جدا جدا جدا، وكانت موسيقى مصرية خالصة خالص. طب استقبلوها ازاي يعني؟ انا مثلا الهند استقبلوها ازاي؟ بالاحترام يعني. لا يعني احنا حصلنا يعني اتكرمنا في الهند، كرمنا في باكستان، كان في حاجة اسمها التبادل الثقافي. اهمية هذا التواجد الموسيقي المصري في تلك الدول ايه؟ ده مهم جدا، ده احنا يعني دي القوة الناعمة زي ما بيسموها. يعني دلوقتي كل المصريين بيروحوا مهرجان الرياض في السعودية. لا بقت مصر هناك. يعني حاجة جميلة جدا، انا يعني حاجة تفرح ان نشوف المصريين مش في السعودية بس، في كل حتة في العالم. يعني احنا كنا رحنا المغرب، رحنا تونس، عملنا كذا حفلة في تونس، استقبال فظيع، بيحبوا المصريين جدا ويحبوا الموسيقى المصرية جدا. كل البلاد العربية. لا يعني دي القوة الناعمة بتاعت مصر. يعني من هنا بنقول ان مصر موجودة، ان مصر فيها ثقافة وفيها حضارة، حاجة طبعا. الموسيقى طبعا لون من الوان الحضارة. طبعاً. طبعا كان لحضرتك تجربة مع مكتبة اسكندرية كمان، نتكلم بقى داخل مصر. مكتبة اسكندرية في بدايتها كانوا يعني تم تكليف عطية شرارة بتأليف بعض الموسيقات للمكتبة، وقدمنا هناك في مكتبة اسكندرية حفلات. كنا تقريبا كل سيزون بنقدم حفلات هناك، استقبال هايل في اسكندرية. في الحقيقة جمهور اسكندرية، يعني انا هقول لك حاجة، انا كنت بقدم حفلات كلاسيك مش سداسي شرارة، ف متحف الفنون في شارع منشف محرم بيه، قاعة مش كبيرة قوي يعني بتاخد حوالي مثلا 500 واحد. كنت بروح الحفلة ألاقي الكراسي كلها مليانة
والناس قاعده على الارض على الارض في الطرقات طرقتين كده، وبره كان في قاعه بره بتاعت الفنون التشكيليه، يعني ما بيفرجوش بيسمعوا بس، الناس قاعدين بره بيسمعوا بس. قد ايه الـ الشعب الاسكندراني او الجمهور الاسكندراني يقدر الفنون وبالذات الموسيقى والموسيقى الكلاسيكيه والموسيقات الجاده. الحقيقه كان يعني استقبال لغايه النهارده. يعني اعتقد انه يعني الشعب المصري كله سواء في اسكندريه في اسوان فيما بينهم هو محب للموسيقى. الشعب عايز يعرف يعني عايز يعرف ان ايه الموسيقى. يعني انا سامع في الرياضة، أنا بتابع الرياضة شوية بحب الرياضة، فسامع إن هم عاملين تذاكر المباريات تذكرة بـ100 جنيه، فالأندية بتطلب إن يرخصوا التذكرة شوية لأن إحنا الشعب المصري محب للكورة جدا. أيوة. فليه مغنيين التذكرة ده ما رخصوها؟ نفس الحكاية التذاكر في الأوبرا أو في الحفلات العامة. أيوة. لازم ترخص. يعني حضرتك شايف إنه الشعب المصري شعب محب للبهجة؟ أكيد، وإلا ما كانش يعمل كل يوم 20-30 نكتة. أيوة. سواء إذا كان نكت يعني زي ما بيقولوا إيه ناقدة أو مجرد النكتة يعني. حتى مؤلفات عطية شرارة كمؤلفات بتمثل الطابع المصري والشخصية المصرية أنا بعتبره مؤلفات متفائلة، وأعتبر إن الشعب المصري متفائل رغم كل الظروف، فهو عنده كمية تفاؤل يعني تملى العالم ده كله. طب ايه الجديد اللي حضرتك بتفكر فيه دلوقتي؟ انا شايفه حضرتك جايب الكمانجه معاك. انا دي حياتي، دي زوجتي الثانيه او يمكن الاولى لو سمعت كده مراتي هتخليها الثانيه. يعني انا كمانجه معايا على طول في اي حته. حتى وانا بصيف كمانجه معايا لان لازم اتمرن كل يوم. انا تمريني في وقت من الاوقات كنت بتمرن 10 ساعات في اليوم. 10 ساعات yeah. ايام ما كنت بخش مسابقات دوليه بمثل مصر في الخارج. وابتدى يقل طبعا التمرين دلوقتي لغايه لما وصلت لحوالي مثلا دلوقتي بتمرن بكتير قوي نص ساعه. خلاص يعني اولا في تراكم للخبرات. بعزب بالخبره. الحاجة التانية ما عنديش الحفلات اللي كنت بعملها. أنا كنت تقريبا كل يوم في عندي شغل، دلوقتي ما عنديش كده، عندي التدريس أكتر، بدرس أكتر من إن أنا أعزف يعني. فإنما لو جالي ما يعني أي شيء حفلات في العزف بقدم طبعا وبحضر وبسيب كل حاجة، خصوصا لما يكون كلاسيك. بسيب كل الدنيا دي وأقعد أحبس نفسي وأذاكر، وممكن اذاكر 5-6 ساعات كل يوم. يعني طلبت انك يعني تعزف شيء ما حاليا مقطوعه قريبه الى قلبك اكتر من اي مقطوعه تانية. بص اقول لك حاجه. عطيه شراره له مؤلفات كتيره جدا. أيوة. اشهر مؤلفه ليه في اسمها ليالي القاهره. ليالي المنصوره. ليالي القاهره طبعا. برضه ليالي القاهره برضه مشهوره، بس ليالي المنصوره اتشهرت جدا. اشمعنى؟ مش عارف ليه، يعني ماذا هو بيها حتى يعني. بابا استغرب ان هي اتشهرت. بقت زي الموروث الشعبي. لان لحن بسيط جدا جدا جدا. فانا اقصد انه مبهجه يعني. مبهجه، فهي بتمثل التفاؤل المصري والشعب المصري. والحياه الجميله. وبعدين كمان الشعب المصري بيحب يرقص. هي راقصه. يعني فكل الافراح بيعملوها وكل الحفلات الراقصه بيعملوها. فجا بابا، انا قلت له يا بابا لو سمحت انا عايز مقطوعه اعزفها في اي حته في العالم. بعد كونشيرتو مثلا، بس تكون صغيره ومحموحه يعني. فيها امكانيات الكمانجه الاستعراضيه وفي نفس الوقت مصريه. خد اللحن بتاع ليالي المنصوره وعمل منه حاجه اسمها فانتازي المنصوره. جميل. دي بعزفها في كل حته في العالم. يا سلام، هعزفها لكم ان شاء الله دلوقتي. اللي يعني عايزه اسال حضرتك برضو سؤال عن هذه المقطوعات الموسيقيه الخالصه، يعني هي مش مرتبطه باغنيه ولا بكلمات. هل احنا بطلنا نقلد؟
في مصر؟ زي ما بطلنا نلحن وزي ما بطلنا نألف كلمات. يعني بص الموسيقى دلوقتي المسألة بقت تجارية خالص. أنا بعمل حاجة عشان أبيعها. الموسيقى مش كده، الموسيقى لا، الموسيقى تهذيب وجدان، تربية مشاعر، حاجة تانية، حاجة تانية يعني. وعايزة حرفة، عايزة واحد يكون عنده موهبة كبيرة جدا في التأليف الموسيقي. أغلب المؤلفين الكويسين دلوقتي أغلبهم يعني بيألف موسيقى تصويرية على أساس أن بتجيب له فلوس، وفي نفس الوقت يعني زي عمر خيرت مثلا أو مثلا راجع داود، أو يعني بتجيب له فلوس وفي نفس الوقت بتتكرر كتير في مسلسل أو بتاع فبتتشهر. إنما عشان أجي أنا ألف موسيقى وأقدمها في حفلة، أعمل حفلة كاملة كلها موسيقى مؤلف واحد زي عمر ما بيعمل مثلا. لا، عمر بيجيب أوركسترا كبير. أيوة. وفي الحقيقة يعني لا محزوز. وناجح جدا في هذا المجال يعني، محظوظ وموهوب وله من يعني عمر كافح كتير جدا عشان يعمل اللي وصل له ده. صحيح. فطبعا هي المسألة طبعا موهبة، وفي نفس الوقت لازم يكون في شيء من الحظ. الله يعني نشوف مستقبل بقى الموسيقى في مصر كما تتمنى إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله بإذن الله. في الختام أشكر ضيفي الموسيقار وعازف الكمان الكبير الدكتور حسن شرارة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.